حياكم الله، وعدنا لكم من جديد لاستكمال فقرات برنامج مساء دبي. نحن اليوم سماح في الفستيفال سيتي ونشوف الأجواء جميلة. تو مرت لقطات قبل ما يبدأ أو يعود البرنامج، لقطات جميلة جدا بالفعل. فستيفال سيتي الكل يتوجه في صيف دبي إلى مراكز التسوق، خاصة أن يعني الفعاليات جميلة جدا. صحيح، الفعاليات الصيفية لابد تكون في أجواء مناسبة لحرارة الجو يعني. بالضبط، فعشان شيء معظم معظم 99.9 من الفعاليات بتكون داخل المحلات أو الأسواق التجارية، لأن هي البيئة مثل ما كل يوم نقول البيئة الآمنة، وما تبغى عيالك تضربهم ضربة شمس. الله لا قال في الهواء الطلق، فأحسن مكان تتجمعون فيه ويا عيالكم أكيد هي المراكز التجارية، وهي دعوة لطبعا أنكم تكون مركز دبي، دبي فيستيفال سنتر مشاهدينا، لأن في جميع الفعاليات وجميع الأشياء اللي تخص الكبار والصغار. بالضبط سماح، لذلك تحت شعار صيف دبي المستدام، تعليم إلهام وتطبيق، تتواصل فعاليات الموسم الرابع من المخيم الصيفي التي تنظمها بلدية دبي في مدينة الطفل، واللي راح نتعرف على تفاصيلها أكثر مع ضيفنا أحمد نبيل خوري، مدير قسم الحدائق التخصصية في بلدية دبي. بداية مرحبا بك أخوي أحمد. الله يرحبك عفا الله. أول شيء نبغي نعرف وتعطينا لمحة عن المخيم الصيفي الجديد وفعاليات الموسم بشكل عام. نعم أخوي محمد، انطلقت فعاليات المخيم الصيفي في بلدية دبي للموسم الرابع بتاريخ 7 يوليو إلى 2 من أغسطس بمشاركة 90 طفل، مثل ما تفضلت، تحت شعار صيف دبي المستدام، تعليم إلهام وتطبيق. نسعى في هذا المخيم لتقديم العديد من الورش والفعاليات والأنشطة للأطفال، منها التثقيفية والتعليمية والرياضية والترفيهية. نحاول فيها نخلق جيل واعي، جيل قيادي، جيل هم صناع القرار في المستقبل. فالمخيم يعني فيه فعاليات شاملة وفيها التثقيفية والتعليمية مثل ما قلنا. شيء جميل والله. يعني أنا يوم شفت مسماك أخوي أحمد، نعم، الحدائق قسم، مدير قسم الحدائق التخصصية، توقعت أن النشاط الصيفي بيكون كله خاص بالمشاتل، بتودونهم ورسان، نعم، بتعلمونهم الزراعة. صحيح. كيف يختارون الشتلات، هالأشياء ترى هي وايد مهمة، لكن ما شاء الله أنت ذكرت فيه باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الصيفية، وذكرت مراراً أن للأطفال، نبغى نعرف الفئات العمرية اللي تقدر تشارك. نعم، نحن في المخيم نستهدف فئة الأطفال من سن 7 سنين إلى 12 سنة. مثل ما تفضلتي، طبعاً نحن عندنا ورش كثيرة تقدمها فرق متخصصة من بلدية دبي، مش بس متخصصة في مجال الزراعة، بالعكس مجالات كثيرة، يعني نحاول نوعيهم ونثقفهم عن البيئة والمحافظة عليها، وكذلك المجال الزراعي، وفيها ورش فنية كذلك، فالعديد من الجوانب نحاول نغطيها في المخيم هذا. يعني هاي الأنشطة بس تقتصر على هاي الأمور، ما في أشياء بعد غير ممكن يسويها؟ لا بالعكس، المخيم الله يسلمك شامل، مثل ما قلنا فيها أنشطة تعليمية وتثقيفية، فيها رحلات خارجية كذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي، رحلات ترفيهية. مثل ما نعرف نحن نستهدف الأطفال، الأطفال بطبعهم ممكن يملون، فنحن ما نركز بس على المجال خلينا نقول التعليمي أو التثقيفي، نحاول ندخل بعد المرح والمتعة من ضمن الأنشطة اللي نقدمها في المدينة. شيء جميل. زين حلو، ذكرت أن في رحلات وفي الأنشطة التعليمية أو النظرية. نعم. في أشياء عملية ممكن يسوونها. نعم. طبعا في عنا نحن فرق متخصصة من بلدية دبي تقدم الكثير من الورش في المدينة، وفي منها خارج المدينة. على سبيل المثال مثل ما تفضلتي انت، الورش الزراعيه نعلمهم عن البيئه، عن الاشجار. انا بغيت انا طفله بدخل وياهم في الزراعه. حياك الله في اي وقت. هو فن جميل للامانه يعني، ومتعه كذلك يعني، هو في شق اللي هو مثل ما قلنا المحافظه على البيئه. جميل. وكيف المحافظه على بيئتنا والارض، وكيف نتركها للاجيال القادمه. يعني اليوم هم نعم اطفال، لكنهم ترى المستقبل. نعم، ماذا المستقبل؟ بالضبط. فبالعكس في ورش فنية فيها يعني أمور حرفية، يعني طبعا على مستوى الأطفال، يعني ما نتكلم شيء متخصص كثير، ولكن بشكل عام متنوعة، تكسبهم مهارات، تسقل مواهبهم، تعطيهم الدافع لحب التعلم والاستكشاف. شيء جميل. أنا بعد يعني سماح، من كم يوم كان بعد القيادة العامة لشرطة دبي تنظم
فعالية بهاي الطريقة يعني لتغطية لمدة الإجازة الصيفية والاستفادة يعني قدر الإمكان وتعليم أطفالنا فنون كثيرة مثل السباحة والرماية وكثير من الأشياء. فهذا شيء جميل حقيقة أن جميع الجهات في إمارة دبي الحكومية تهتم يعني بتوظيف الوقت بشكل ممتاز للغاية اللي يعني شبابنا وأطفالنا خاصة فئة طلبة المدارس في الصيف. هذا الاهتمام من حكومة دبي سماح يعني فعلا يعني محل فخر لجميع أفراد المجتمع. هذا الأمر أخوي أحمد ماذا يعزز وينمي من مواهب لدى الأطفال؟ اولا احب اشكرك انك يمكن ذكرت شرطه دبي، هم احد شركائنا، كذلك نحن عندنا ورش او خلينا نقول جولات معاهم فيها الكلاب البوليسيه اعزكم الله، فيها يعني حتى الرمايه، فنحن نحاول كذلك مع شركائنا ان نغطي جميع المهارات. مختلف الانشطه هذه الرياضيه والتثقيفيه والتعريفيه اللي نحن نقدمها في المخيم تنمي لدى الطفل يعني حب الاستطلاع، حب الاكتشاف، حب التعلم. نحن نحاول نخليها بطريقة هادفة، بطريقة تعليمية ترفيهية، لأن مثل ما قلت نحن نحاول يعني أو هدفنا أن نحن ننمي في الطفل حب الابتكار، الاطلاع. اليوم يمكن أنت ذكرت كذلك يعني ذكاء الاصطناعي، عندنا ورش عن روبوتات، فعندنا أمور كثيرة يعني نحن نحاول نغطي فيها عدة جوانب تهم الطفل للأمانة في المخيم هذا. هذا يخليني يعني لأن في صار تشويق من خلال كلامكم أن نحن ذكرنا في البداية أنه هو التقديم أو اللي هو المخيم الصيفي على مرحلتين. صح. هل الحين في مجال اللي ما شارك بدأ يشارك المرحلة الجاية ولا خلاص تم الاكتفاء والعدد يعني؟ نعم. للأسف للسنة هذه نحن اكتمل العدد عندنا. نحن بالعادة تقريبا مدة تعرف أنا تواصلت مع كذا الجهة عشان عيالي كلهم يقولوا لي نفس الكلام. لا نحن نفتح باب التسجيل تقريبا فترة شهر قبل المخيم، وما شاء الله كثير كثير من الناس قدموا، وطبعا عقب نحن ناخذ على حسب الإجراءات المتبعة عندنا الفئة العمرية وكذا، لكن فالك طيب سنة الجاية إن شاء الله نتشرف فيكم. أخوي أحمد شو الشيء اللي تلاحظ أنه جاذب لأبنائنا الطلبة؟ يعني أكثر شيء أي أكثر مجال، هل هو الزراعة؟ هل المجالات الأخرى؟ والله أمور مختلفة للأمانة. اليوم يمكن الأطفال عندهم حب الروبوتات أو الاطلاع على خلينا نقول يمكن هم ما يعرفون مفهوم الذكاء الاصطناعي بمفهومه اللي نحن نعرفه، ولكن بحكم يعني مثل ما يقولون لعبهم بالآيباد ولا بكمبيوتر وغيره، فهالمجال جدا جاذب لهم. وكذلك يعني الأمانة ما نقول بس الأمور اللي هي يعني خلينا نقول تقنية، الأطفال عندهم طاقة يحبون يفرغونها. صحيح. يحبون الأشياء والأنشطة اللي هي تكون يعني خلينا نقول بيديهم يستخدمون فيها، رياضية فيها يعني ألعاب أو مسابقات، روح التنافس بينهم عالي جدا يعني. فأرجع أقول يعتمد على الطفل، ولكن بشكل عام خلينا نقول هالمجالين. شيء جميل. أوقات الأنشطة هذه أخوي أحمد تكون في الفترة الصباحية دائما ولا ولا هي يوميا ولا في جدول ممكن الصبح ممكن بس حسب الفعالية ومكانها؟ نحن طبعا المخيم الصيفي في الفترة الصباحية من الصبح إلين يعني من نبدأ من الساعة 7:30 إلين الساعة 2:30، هني يكون الجدول كامل كل يوم. كل يوم نعم، كل يوم لمدة فترة. بالعكس والله لو تشوفينهم يجونا الصبح يعني متحمسين، لأن كل يوم عندنا شيء جديد. نحن ما نكرر نفس الفعالية ولا نفس الأنشطة ولا الورشة، كل يوم عندنا شيء جديد. طيب أخوي أحمد، ممكن بعض الأسر ممكن يعني نعطيهم رسالة يعني تريحهم أن يعني برنامج يعني برنامجكم هذا الجميل، هناك أمن وأمان للطفل، يعني هناك حماية للطفل، يعني يكون بأيادي أمينة، صحيح؟ نعم. ما في شك نحن في بلدية دبي نسعى لراحة المجتمع أولا. أكيد الأطفال أمانة عنا، عنا فرق متخصصة يعني أغلبهم أخوات مواطنات شابات يعني متخصصات في المجال هذا، يتعاملون مع آلاف الأطفال بشكل شهري يعني. فبالعكس يعني يطمنون يرتاحون أنهم في أيدي أمينة وجميع سبل الراحة متوفرة لهم. الحمد لله، هذا أهم شيء بالفعل سماح، أن الواحد يشعر بالطمأنينة والراحة أن طفله اليوم موجود يعني في جهة حكومية ضمن رقابة معينة، أنه بيرجع له يعني حامل معلومات جميلة وأيضا متعلم مهارة جديدة. يكون أيوة يعني بالضبط. بالذات الأهالي اللي يشتغلون محمد أخوي أحمد
يعني نحن نسمع من أولياء الأمور يقول لك يعني شو أبغيهم يشوف البيت أنا أدام، فالأم والأب اللي يدامون وما عندهم حد في البيت يجاب عيالهم الحقهم في مثل هاي الفعاليات، وأنتم شاكرين جزيل الشكر أنكم تبادرون، يعني يمكن وفرتوا على الأهل سامحوني يعني بكلمة صراحة العبء المادي، لأن أنت يوم تشارك عيالك في أماكن خاصة أنت في ميزانية محددة لازم تخصصها لهاي الفعاليات والأنشطة، لكن كون المؤسسات الحكومية عندنا في دبي تبادر مثل هاي الفعاليات هاي يعني ترفع على الأهالي يعني عبء كبير هم يفكرون فيه أكيد، لأن إنك أنت تأخذ جزء من الميزانية وأنت يمكن عندك الشهر الجاي عندك سفر أو عندك التزامات ثانية، فهي بالة يعني تعديل الميزانية وهذا شيء شليتوا العبء من خلال يعني مبادراتكم هذه. نعم نحن نسعى للأمانة لإسعاد المجتمع ونخدمهم، هي خدمة يعني ممكن نحن نثري فيها وقت الفراغ هذا مثل ما تفضلتي، والهدف أبدا يعني هدف البلدية أبدا مش ربحي مثل ما أنتم عارفين، يعني بلدية دبي تسعى لتطوير وخدمة المجتمع، وبالعكس يعني أحد أهداف المخيم أو إقامة هالمخيم لخدمة أجندة دبي الاجتماعية كذلك، فبالعكس نحن سعداء أن نكون جزء من حياة الطفل في الفترة هذه. طيب أخوي أحمد، قد يعتقد بعض الأهل وأيضا الطلبة أن الالتزام بالوقت شرط للالتحاق بالدورة، بمعنى أني أنا مثلا رب أسرة ممكن أنا التحق ولدي مثلا وعندي سفر صار أسبوع، هل يعني هذا الأمر ممكن يحرمه من أنه يكمل الدورة، أم أنه لو تغيب يومين ثلاثة في مرونة في التعامل مع الطلبة؟ أكيد ما في شك نحن نراعي ظروف الأسر يعني كل حد وظرفه، بالعكس أبدا المرونة موجودة، ما ناخذها نحن كعائق أو يعني خلنا نقول شرط أن لازم يلتزم معانا يوميا، نعم نفضل الالتزام لأنه الجدول مثل ما قلت شيء يكمل بعضه، يعني نشاط أو فعالية أو ورشة تكمل الثانية، ولكن ما يضر إذا لأسباب أو أعذار مختلفة يعني لأن الواحد ممكن يتغيب. نعم جميل جدا. في رسالة تحب توجهها أخوي أحمد للمشاهدين من خلال برنامج بس دبي؟ نحن في بلدية دبي طبعا نرى أن التوعية مسؤولية لجميع أفراد المجتمع، إن شاء الله نكون نحن يعني نجحنا في إيصال أو خلنا نقول مشاركة المجتمع بالحملات هذه، وخلنا نقول رفع جاهزية شباب المستقبل أو قادة صناع قرار المستقبل، فلكم كل الشكر والتقدير. سؤال أخير بس أنا بسألك إياه، من خلال رصدك ومتابعتك أكثر فعالية حبوها أبنائنا؟ إلى الآن للأمانة كانت فعالية يمكن الكلاب البوليسية استمتعوا فيها كثير، لأن فيها يعني مثل ما يقولون أكشن، فيها يعني حماس، فاستمتعوا فيها جدا يعني للأمانة. اللي يحبون الحيوانات نعم صحيح. شرطة دبي مصارت يقولون الرماية لفتت نظر يعني طلاب وحبوها فكرروا، لأن في عندهم كانت يعني مرونة حتى لو كانت الفعاليات ضمن جدول معين ولكن في مرونة. عموما نشكرك أخوي أحمد نبيل خوري مدير قسم الحدائق التخصصية في بلدية دبي على وجودك معنا في استوديو سما دبي.